إذن كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن للبنك الدولي أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب ساعتين ونصف الساعة، موضحة أن الرحلات طويلة ومكلفة. وأشارت الدراسة إلى أن نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة. كما كشفت الدراسة أن 78% من الشباب الخريجين يعتبرون النقل العام عائقا أمام الوصول إلى الوظائف بسبب عدم الكفاءة، حيث ينفق الشباب من دخلهم بين 23% إلى 46% على النقل. قال وزير النقل وجيه عزايز إن قطاع النقل في الأردن حتى الآن غير منظم وغير فعال وذو تغطية ضعيفة على الرغم من زيادة المستخدمين. نحن للأسف نتحدث عن قطاع نقل للآن غير منظم، غير فعال، غير منسق، وتغطية ضعيفة، وعندنا طلب من زيادة مستخدمين، ولكن الاستجابة في هذا الطلب قليلة في استجابة تعاملنا مع المواطنين في توصيل الخدمة الكافية لهم. هذا الواقع يتطلب منا كيفية تجاوز هذا التحدي بوصولنا إلى نظام نقل منظم آمن، تردد منتظم، ذو تغطية شاملة لكل أنحاء المملكة، وأن تكون الشبكات مستوعبة لهذا العمل الذي يجب أن نقوم به وبسرعة. وأعتقد أن هذا ما أجابت عليه أعمالنا في الورشة والاستراتيجية المعدة من قبل وزارة النقل في هذا الموضوع. قال مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي إبراهيم الدجاني، قال إن البنك يعمل مع أمانة عمان للتخطيط لتمويل المرحلة الثانية من الباص سريع التردد وتنفيذها بطول 50 كيلومترا. فخورين بمشاركتنا في العديد من المشاريع في الأردن، أهمها مشروع الباص السريع مع وزارة النقل ومع أمانة عمان في المرحلة الثانية اللي هي بتبلش من السويلح باتجاه الدوار الثامن لمرج الحمام، واللي بتجه باتجاه وسط البلد هي عبارة عن 50 كيلومتر الخط الثاني. واليوم بنشتغل مع أمانة عمان في تطوير ووضع المخططات الهندسية والدراسات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضع منظومة للنقل من على هذه الخطوط. وأهم نقطة أنه وضع أسس ومعايير لاستقطاب القطاع الخاص لإدارة الباص السريع. وأشار الدجاني إلى أن البنك يأمل ببدء تأسيس المرحلة الثانية من الباص سريع التردد مطلع العام المقبل. إحنا عندنا خطة طموحة مع أمانة عمان، نتأمل أنه نخلص من الدراسات التصميمية وكل الإجراءات اللي بتعلق بالتمويل في نهاية السنة 2022، وبالتالي بإمكاننا أنه نعمل انطلاقة لبداية المشروع في بداية 2023 بإذن الله. انضم إلينا الاستشاري في مجال النقل والمرور الأستاذ حازم زريقات، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. سيد حازم، عندما تنظر إلى الأرقام التي أصدرها البنك الدولي فيما يتعلق بالنقل إلى الأردن، كيف تقرأ هذه الأرقام، وهل برأيك هي مقاربة للواقع الذي يعيشه المواطن الأردني؟ نعم، مساء الخير أنمار لك ولكل المشاهدين. الأرقام اللي طلعها البنك الدولي هي أرقام جزء كبير منها موجود في السابق، ولكن التقرير هو شخص ملف النقل العام بشكل شمولي وبشكل يمكن غير مسبوقة بصراحة أن نشوف تقرير بهذا الحجم بشخص موضوع النقل العام. هي الأرقام فعلا بتحاكي الواقع، وهي مثلها مثل التقارير والاستراتيجيات السابقة بتدق ناقوس الخطر في موضوع النقل العام. احنا عندنا اليوم زيادة في نسبة امتلاك السيارات الخاصة 6-7% سنويا، فالمشكلة عم تتفاقم بشكل متسارع، ولكن الحلول اللي عم نصير فيها في النقل العام مع انها ايجابية وجيدة ولكنها غير كافية لمواكبة هذا النمو.
ما الإيجابي بالحلول خلال السنوات الماضية برأيك؟ الإيجابي برأيي إنه صار في هلأ يعني نوعا ما صار موضوع النقل العام بيحتل أولوية، صار حتى بالخطاب الرسمي إحنا اليوم لما نحكي عن النقل العام صرنا نحكي عنه في سياق إنه هاي خدمة عامة من واجب الدولة تقدمها مثل التعليم ومثل الصحة، وهي مش خدمة تجارية تقدم بس على أسس ربحية. فهذا بحد ذاته بس التغيير في الخطاب هذا إيجابي. طبعا المشاريع اللي عم بتصير مثل الباص السريع، خدمة باص عمان، هي كلها تغييرات إيجابية. وكمان في شغل عم بيصير بوزارة النقل وبهيئة تنظيم النقل البري إيجابي، ففي حلول إيجابية، ولكن إحنا لازم نشتغل كمان لنعالج هالمشكلة المتسارعة على عدة مستويات، مش بس على المشاريع الكبيرة مثل الباص السريع. كمان لازم نشتغل على مستوى الخدمات اللي موجودة اليوم من باص الكوستر والسيرفيس. كل هالخدمات هاي بدها إلها حلول وممكن نعالجها بشكل حتى قليل التكلفة، ممكن يكون له أثر كبير على المستخدم. فلازم نشتغل على عدة مستويات لأنه فعلا المشكلة هي في تسارع وفي تزايد مستمر. نعم سيد حازم، يعني كما استمعت معنا وقرأت في التقرير، هناك حديث عن المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد. عندما يستمع العمانيين إلى هذه الفكرة برأيك كيف يستقبلونها؟ يعني يمكن يكون في شوي من التخوف او التهكم بهذا الموضوع، لانه الباص السريع مشروع المرحله الاولى للباص السريع تاخرت كثير، يعني نكون صريحين تاخرت حوالي 10 سنوات عن موعد التشغيل الاصلي، ولكن هذا كان لعده عوامل يعني يمكن خارج عن سيطره حتى الامانه اللي كانت مسؤوله عن المشروع. بس انا برايي انه يعني لازم احنا نطلع على هيك حلول شموليه مثل المرحله الثانيه للباص السريع ومرحله ثالثه كمان، ونشوف اذا في كمان مجال ممكن نسوي شبكة قطارات حتى داخل عمان. هذا موضوع مش يعني لازم يتم دراسته كمان. نعم، يعني المرحلة الثانية تتحدث عن خط من صوالح باتجاه طريق المطار كمرحلة ثانية سوف تمر بشوارع رئيسية في العاصمة عمان ومناطق حيوية جدا. برأيك ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع المرحلة الثانية، أم أن المرحلة الأولى وطريقة التعامل فيها كانت جيدة بالنسبة لك؟ لا، لازم يكون في أسلوب مختلف في التعامل مع المرحلة الثانية. بالتواصل أول إشي ونشر المعلومات للناس عشان يكونوا على دراية بالمشروع بتصميم المشروع شو أثر رح يكون. كمان في تغيير لازم يصير في طريقة التنفيذ وفي إدارة حركة المرور خلال التنفيذ والتحويلات والأثر على حركة المرور وغير ذلك. وطبعا بالنهاية بالباص السريع المرحلة الأولى أو الثانية ما رح يشتغلوا بدون وجود شبكة مغذية لهذا المشروع، من خطوط مغذية لأرصفة بيقدر الواحد يمشي فيها، لأنه بالآخر الباص ما رح يوصل لباب بيتك. بدك أنت أرصفة مهيئة، بدك خدمات مغذية، خطوط نقل عام ثانية، هون بيجي دور السيرفيس حتى والكوستر ووسائط النقل الثانية لتغذي هالشبكات الجديدة، لأنه غير هالشبكة المتكاملة ما رح ينجحوا هالمشاريع. نعم، يعني نحن اقتصرنا الحديث سيد حازم على العاصمة عمان، وهي التي فيها عدد كبير من المواطنين وفيها حركة نقل كبيرة جدا، ولكن أيضا المشكلة تمتد إلى المحافظات الأخرى، المشكلة تمتد ما بين المحافظات. يعني مشكلة النقل لا تقتصر فقط على العاصمة عمان والحركة في العاصمة. صحيح 100%، وهون بيجي كمان موضوع النقل بين المحافظات، يعني في نقل داخل المدن وداخل المحافظات، وهذا النقل بين المحافظات، وهذا بيرتبط كثير بموضوع حتى التنمية وتوزيع التنمية الاقتصادية. احنا هلا اليوم عندنا كل التركيز في عمان والناس بتتنقل من المحافظات لعمان، بس بوجود نظام نقل فعال بين المحافظات انت ممكن تخلق وظائف بمحافظات ثانية، ومحافظات ثانية ما تضطر الناس دائما تتنقل لعمان للبحث عن فرص عمل وفرص تعليميه والى اخره. فهي مشكله طبعا في كل المملكه، وعلى فكره في محافظات ثانيه الحلول فيها راح تكون يمكن اسهل من عمان، لانه مثلا تضاريسها بتكون اقل، يعني بتكون سهله ومش مش مش تضاريس جبليه مثل عمان. تضاريس عمان هي بتشكل كمان تحدي في التخطيط لشبكات النقل. فالمدن اللي عدد سكانها اقل واللي تضاريسها اسهل ممكن كمان تعطينا فرص لنجرب حتى حلول نموذجية ممكن نطبقها في عمان فيما بعد. وربط المحافظات بالعاصمة. وربط المحافظات بالعاصمة زي ما حكيت 100%، هذا موضوع مهم من ناحية طبعا توفير نقل، ومن ناحية تنمية اقتصادية. بالآخر النقل هو يعني هو بحرك عجلة الاقتصاد.
لأنه كما تابعنا أيضا في التقرير فرص عمل كثيرة يخسرها الاقتصاد الأردني بسبب مشاكل النقل. شكرا جزيلا لك الاستشاري في مجال النقل والمرور السيد حازم زرقات على وجودك معنا اليوم.